صباح الخير ومرحبا. اسمي باسل اياس، انا مدير التسويق بدل للشرق الاوسط، واليوم حابين نستقبلكم ونورجيكم الستاند عنا بدل بجايتكس 2012 بدبي. اذا بتتفضلوا معنا لهالجهه، اول شيء نحن هون عنا كونكتد كلاس روم، هيدي بالمدرسه، مستقبل الدراسه بالمدارس. ف واحدة من الأشياء اللي شايفينه الشخص هون عم يستخدم البروجيكتور، this is بنسميه interactive projector، يعني بهال ديفايس الصغير اللي بإيده بيقدر يستخدمه. وشايفين الصورة منا كتير كلير، ليش؟ لأنه لازم نستخدم 3D glasses، فمنعطي للتلاميذ عوينات ثلاثية المدى، بيصيروا بيطلعوا على البروجيكتور بيتعلموا كل انواع، ان كان كيمستري او بيولوجي او فيزيكس، بس كله 3D، فبهالطريقه بصير عمليه التعليم اسهل. اوكي، النقطه الثانيه، هون في عندنا جهاز، هذا جهاز XPS all in one PC، فهذا PC كامل متكامل تاتش سكرين، شغال على جهاز تطبيق نظام ويندوز 8. اوكي، فا اتس تاتش مثل ما بتشوفوا هون، بنروح على الستارت منيو، هيدا الويندوز 8 منيو، ما في شيء هلا شغال، ففينا نفتح اذا بدك شو بدنا هون، المابس مثلا بيفتح لك المابس، نرجع بدنا نفتح شيء ثاني بيرجع على الديسكتوب العادي، بيرجع على المابس، من هون بنرجع على الستارت. هيدا بينج سريع كتير، الحلو فيه انه هيدي الشاشه المعالج موجود داخلتها، الميموري ذاكره موجوده داخلتها، بتشغلي هيدي على كور اي 7، بس بيجي اوبشن كمان كور اي 5. طيب في سؤال، بتبي كور اي 7 في برو، ايش هذا؟ الفي برو هو طريقه المانجمنت لهيدا الجهاز من عن بعد، فنحن هاي الاجهزه ما بس لاجهزه للمستهلكين، بس هاي اجهزه برضو بنشتغلها وبنبيعها لشركات قطاع العام وقطاع الخاص. فلما يكون في شركه او وزاره عندها الاف البي سيات، كثير صعب لما يصير في مشاكل مع الموظفين. فالفي برو تكنولوجي موجوده من انتل، بتساعد الاي تي، يعني الدعم الفني عندك بالشركه، ليعمل مانجمنت من عن بعد. فبيكون عنده 1000 جهاز بده ينزل عليه باتش من طريقه الفي برو، حتى لو الجهاز مطفي ومنه بوتد اب، هو بيقدر من عبر النتورك يدخل عليه ويدوره ويعمل له باتشنج. اوكي، فينا نكمل نكمل هون. هون عندنا البروجيكتورز، عدة بروجيكتورز بأحجام كبيرة أحجام عديدة. الحلو فيها أنه فيني ورجيكم بروجيكتور واحد، فهيدا البروجيكتور we lost the power. هيدا البروجيكتور الفكرة عنه أنه هيدا بروجيكتور فينا نحاوله ناخده معنا نسافر فيه لرجال الأعمال، فبيفوت باللابتوب كيس تبعك، صغير خفيف. والحلو فيه انه نفس الكهرباء اللي بتستخدمها لللابتوب تبع دل بتحطها فيه لهذا البروجيكتور، فبهالطريقه ما ضروري تحمل 2 ادابتر، تحمل ادابتر واحد. والاوتبوت تبعه في HDMI ديسبلاي بورت ويو اس بي، فكامل متكامل، صغير خفيف الحمل. بعدين في بيجي معه ستاند، كمان الستاند بتتسكر بتصير صغير كتير. بس أنا مثلاً لما أسافر باجتماعات عندي بالشرق الأوسط، أمرار منروح عند زباين ما بيكون عندهم بروجيكتر، أو بيكون مثلاً أنا عندي بالفندق قاعد بدي أحضر فيديو، فهذا البروجيكتر إذا بتاخد إذا بتشوف الصورة بلال go for it، فمنحطه على السيلينج بس نعمل له فوكس على أي، بدون أي سكرين بتقدر بكل بساطة تعمل له بروجكشن وبتشوف الصور من عبره. فهيدا حيدخل هلا على الفيديو بس يورجيك فيديو كإكزامبل يعني. فهيدا على حيط الجايتك ستاند بدون اي سكرين صرنا عم نحضر فيديو كرتون. طيب الريزولوشن فيه كم؟ الريزولوشن بتتراوح، فا اتس WXDA، فهيدي الريزولوشن. Do you know the numbers؟ 720p، فات 720p. هيدي المعلومات الموجودة عن الريزولوشن، 1280 by 800 WXGA، وال 1 جيج سبيد، وبيجي مع الترايبود، وفي اوبشن كمان من خلال اليو اس بي اللي شفناه بيصير وايرلس، ففيك تتواصل من كمبيوترك
الى البروجيكتور بالوايرلس. وبرضه على اليو اس بي فيك تحط افلام على اليو اس بي او المايكرو اس دي كارد، تحط الافلام والموسيقى عليه ويلعب بلا اي اتصال للكمبيوتر. فهلا بتشوفه عم يلعب فيديو بلا ما يكون موصول على اي كمبيوتر او جهاز تاني. بنمرق هون كمان، بنكمل اليوم نحن بالسوق منزلين يعني عدد كبير من الأجهزة المحمولة. أجدد الأجهزة الموجودة بالسوق حاليا هو الـ XPS 13. هذا الـ XPS 13 معمول من برشت كروم، وعلى هذه الجهة في كاربن فايبر. الكاربن فايبر بيساعد ليخليه خفيف وليحميك من الحرارة، فلما تحطه على لما تكون شغال عليه مدة طويلة واقي للحرارة الكاربن فايبر. وبتشوفوا قد ايه صغير خفيف، وزنه يقل عن الكيلو ونص، وفيه الرابيد ستارت تكنولوجي فسريع جدا لاطلاقه وتطفيه، بس هيدا البطاريه خلصت عنه. هلا الاجهزه اللي لسه ما نزلناها على السوق فيك تشوف يعني قد ايه خفيف وقد ايه. بالنسبه للي هو الالترا مشكلته اللي انا جربتها هي الباتري لايف. الباتري لايف هون بهيدا الالترا بوك نحن منقول تقريبا من 6 الى 8 ساعات الاستخدام العادي، هو حسب الاستخدام. لو عم تشتغل عليه عم تحضر افلام بالاتش دي من الصبح لبالليل اكيد تخلص بطاريه اسرع، بس الاستخدام العادي انترنت ايميل بداين الى 8 ساعات. الحلو فيه انه حتى الجلاس تبعه هيدا غوريلا جلاس، فالغوريلا جلاس يلي ما بينكسر، الديسبلاي تبعه ما بيتغير. ماني مأكد إذا 1 أو 2، يمكن عماد بيقدر يساعدنا. هلأ عبين ما ورجيك هيدي الأجهزة لسه ما نزلت على السوق، هي أول مرة بنعرضها بالعالم. هيدا الجهاز اسمه Latitude 10. Latitude 10 كمان Gorilla Glass، إذا بتلاحظ الصورة ما بتتغير. It's hard, it's unbreakable, it's unscratchable. كمان شغال على Windows 8. Okay. هذا مصمم خصيصا على ويندوز 8، لانه ويندوز 8 بيطلبوا منا كمصنعين للاجهزه انه التاتش سكرين تكون سنسيتيف كثير على الادج. فشايف انه هون اول مليمترات بالهيدي المليمترات الويندوز 8 بيشتغل، فالتكنولوجي حلوه كثير. هيدا الويندوز اللي نحن معودين عليه، هيدي ون اوف ذا ابلكيشنز، وبنحول من ابلكيشن لابلكيشن بهالطريقه. اوكي، وبدنا نرجع على الستارت، بنفتح هون نعمل ستارت. اذا في ابلكيشن ما عجبتنا هذه الابلكيشن بدنا نطفيها، بنوطيها لتحت وهذا ما بينطفى، فهيدي الابلكيشن بدنا تنطفى. طيب عندنا السماكه، والحلو فيها انه غير السماكه هيدا اللابتوب خفيف 10 بوصات، بس الاحلى من هيك انه لما بدنا نحوله بكل بساطه بيتحول الى تابلت لوحي، فهيدا تابلت بيصير خفيف، البطارية، المعالج، الميموري كله موجود فيه، وكمان شغال على ويندوز 8. هذا كلام جميل. وكاميرا من قدام وكاميرا من ورا، وخفيف كتير. بترجع على المكتب، بتروح على الاجتماع، بتستخدمه بالاجتماع، بتاخد نوتس، بتشغل على وورد وباوربوينت، بترجع على المكتب بتكون الكيبورد موجود والماوس موجود، بكل بساطة بتاخده لما ترجع على مكتبك بتحط الويندوز ساين على هيدا الخط وبتسكرها وبتشتغله كلابتوب. بصير هيدا اصغر شيء، هيدا اليوم اللاتيتيود 10 حجمه 10 بوصات. لاتيتيود 10 في سبيسيفيكيشن اكيد. هيدي كمان لسه ما نزل بالسوق، هيدا ما نزل بالسوق، حيكون يطرح بالسوق عالميا وبالشرق الاوسط بشهر 11. في عنا هيدا اسمه الاكس بي اس 12 دوو. الحلو فيه انه هيدا جهاز محمول حجمه 12 بوصة ونص، وبتشتغل عليه مثله كأنه اي جهاز محمول تاني. سكره كمان خفيف، وزنه 1.6-1.8 حسب المواصفات كيلوز، وكاربن فايبر من قدامه ومن ورا ليحمي من الحرارة ويخليه خفيف. بس الجميل فيه انه هيدا اللابتوب الجهاز بكل بساطة فينا نقلبه ومنسكره بيصير تابلت، تابلت كبير. والتابلت كمان اليوم ويندوز 8 شغال فيه. روح على الستارت، هاي كاميرا مثلا. هيدا اليوم يلي انا حامله هون اسمه الاكس بي اس 12 دوو. فعندك الويندوز 8 العادي كل الريكويرمنتس تبعه. نحول من صوره الى ديسكتوب الى ريجن الى المابس بكل بساطه، فبيصير عندك لاتيتيود. وهذا شغال على معالجات انتل كور اي 5 وكور اي 7.